يا واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. زي ما سمعنا النهارده في السنكسار، الكنيسه بتعيد بتذكار الثلاث اعياد السيديه الكبرى، البشاره والميلاد والقيامه، وهم الثلاثه يوم 29 في الشهر. فالقرايات لما بتكون يوم سبت بنخلي قرايه السبت زي ما نصلي كل الصلاه ونعيد بالعيد بتاع الثلاث اعياد. اللي عايز اشارككم بيه النهارده هي ايه واحده قريناها النهارده في ابراكسيس. ابراكسيس كان من 15 عدد 16 يقول لنا كده: هذا توافقه اقوال الانبياء كما هو مكتوب: سارجع بعد هذا وابني ايضا خيمه داوود الساقطه، وابني ايضا ردمها واقيمها ثانيه، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذي دعي اسمي عليه، يقول الرب الصانع هذا المعروف عند الرب منذ الأزل. يعني إيه كده؟ في العهد القديم كان في خيمتين مشهورين قوي: خيمة موسى النبي وخيمة داود. كتير كل الكلام اللي بنتكلمه وكل الوعظ اللي بنسمعه ونسمعه عن خيمة موسى النبي، نتكلم عن قدس الأقداس والقدس، نتكلم عن الدار الخارجية ومكوناتها وتابوت العهد وكل الكلام اللي احنا سمعنا عنه وعظ كتير. قليل قوي ان احنا نسمع وعظ عن خيمة داود. ومع ذلك كتاب النهاردة بيقول ان المسيح جاي، وبطرس بيكرز ان المسيح جاء ليقيم خيمة داود الساقطة. ايه الفرق بين الاتنين؟ وايه الرسالة اللي ربنا عايز يقولها لنا النهاردة في هذا اليوم او في هذا العيد؟ الخيمة الاولانية قعدت حوالي 500 سنة. موسى عملها في السنة الاولى للخروج من ارض مصر تقريبا سنة 1446. فضلوا يصلوا فيها لحد ما سليمان بنى الهيكل 1959. يعني 500 سنة بيعبد شعب الله في العهد القديم جوه خيمة اللي هي خيمة الاجتماع. جه وقت تاني اخر فترة في حياة صمويل النبي بعد ما مات، جه داود قال نعمل حاجة تانية. عملوا حاجة اسمها خيمة داود. خيمة داود دي قعدوا يعبدوا فيها بالظبط من ايام داود سنة 1010 لحد سليمان بدأ الهيكل تقريبا حوالي 60 سنة. طب رب ليه عايز تقيم الخيمة اللي عبدوا فيها 60 سنة ومش عايز تقيم الخيمة اللي عبدوا فيها أكتر من 500 سنة؟ لقي حتى النبوة في سفر أشعياء سفر عاموس إصحاح 9 يقول: وأقيم خيمة داود الساقطة. تعالوا كده نرفع قلوبنا ربنا نقول: يا رب فهمنا حاجة جديدة النهاردة. خيمة موسى كان كل اللي فيها ذبائح، خيمة داود حط فيها حاجة واحدة بس، راح واخد أو مرجع تابوت العهد من الارض من عند الفلسطينيين وحطها جوه خيمه داود. طب هتعمل فيها ايه يا داود؟ قال هنعمل حاجه واحده بس: ذبيحه متصله طول النهار وطول الليل، وتسبيح طول النهار وطول الليل. فكانت خيمه داود هي خيمه التسبيح. نلاقي الاثنين موجودين في شابتر واحد اللي هو اصحاح الاول في سفر اخبار ايام الثاني. هنلاقي الخيمتين موجودين، واحده في جبعون وواحده في اورشليم، والخيمتين قدام عينينا كل الوقت. طب نعمل ايه فيهم؟ النهارده بطرس الرسول بيقول لنا احنا بنحتفل بالثلاث اعياد. العيد الاول عيد البشاره، الملاك بيقول ان المسيح سياتي في ابن الله سيتجسد. العيد الثاني عيد الميلاد بيقول والكلمه حل بيننا زي ما قال في يوحنا 1:14. العيد الثالث عيد القيامه ان الكلمه عمل ايه؟ اقامنا معه زي ما قال بولس الرسول في افسس 2:6. طيب ايه علاقه ده بخيمه داود؟ لو المسيح جاء وسطنا والمسيح اقامنا معه، اقامنا في كل ده فين؟ في الافخارستيه. جه اخر يوم في حياته على الارض يوم خميس العهد عمل سر الافخارستيه. القداس كله عباره عن ايه؟ الذبيحه الحقيقيه موجوده على المسبح، مش بقى بدم تيوس وعجول زي العهد القديم، لا المسيح بجسده ودمه، والشعب كله والشمامسة والكاهن بيرنموا ترنيمة طويلة. فصارت الكنيسة في العهد الجديد هي
قيمة داود الساقطة لكن التي أقيمت في المسيح. ففرصة النهاردة من عيد الثلاث أعياد دول كل واحد فينا يسأل نفسه، يا ترى المسيح اللي أنا جاي أعبده أقام خيمة بيتي، بقى في خيمة تانية جوه البيت، أقام حياتي فعلا ولسه أنا متردد على الكنيسة لكني لست عابد الله بكل القلب. يا ترى النبوة اللي كانت في العهد القديم في أشعياء وفي عموس وتحققت في شخص المسيح بتحقق في حياتي، ان انا حياتي بقت تسبيح ليل ونهار. بنقول حاجة جميلة قوي في مرض الانجيل في الاكليل، في مرض الانجيل في الاكليل ما بتغيرش خالص. يعني ايه ما بتغيرش خالص؟ في كل حاجة تانية في الكنيسة بنغير المرض حسب المناسبة، في ايام 50 ايام الميلاد نغير، ده مش بيتغير خالص. ليه؟ بيقول ايه المرض دوت؟ هو ربعين من زوكسولوجية باكر. نقول كده، هؤلاء مين هم؟ هؤلاء العريس والعروسة او الزوج والزوجة، هؤلاء الذين آلفهم الروح القدس مثل كيثارة يسبحون الرب الليل والنهار بقلب لا يفطر. عايز يقول كده ان البيت كمان بقى كنيسة جديدة، كنيسة مقامة. يمكن اكون جاي النهاردة وبيتي مش كنيسة مقامة، خيمة لسه ساقطة. يقول لي كل يونت صغيرة جوه الكنيسة اللي هي كل عيلة محتاجة أن تكون خيمة مقامة من جديد. مقامة لحساب إيه؟ لحساب البشارة والتجسد والقيامة، لأن إحنا مصدقين أن المسيح فعلا زي ما قال بولس الرسول الذي أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع. عشان كده الكنيسة بتقدم لنا آخر القداس الجسد والدم، ما ينفعش أتناول الجسد من غير الدم. في كنايس وطوائف بتناول الجسد من غير الدم. ليه بتقول لنا كده؟ احنا جايين نقتبل حياة يسوع المسيح كاملة. كنا نلاقي الانجيل النهاردة، انجيل مرقس الساعة 10، يعقوب ويوحنا جايين طلبهم في اشواق جميلة. قالوا له كده، نريد ان تفعل لنا كل ما طلبناه، وده كويس، انا ليا رجاء في الله. ثم نسيوا ان هو الله اللي يطلب منهم يعملوا ايه؟ فهم طالبين احنا تقول لك تعمل لنا ايه. قال لهم طب قولوا. فقال لهما، ماذا تريدان ان افعل لكما؟ فقال، اعطنا ان نجلس واحد عن يمينك والاخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع، لستما تعلمان ما تطلبان، اتستطيعان ان تشرب الكأس التي اشربها انا وان تصطبغ بالصبغة التي اصطبغ بها انا؟ فقال له، نستطيع. تعالوا ناخد بس السؤال في حد ذاته. كنا بنعيد بقيامة خيمة داود الساقطة، الخيمة دي اللي هي بيتي وقلبي وحياتي وحياة الكنيسة اليومية. الله بيقول النهاردة، انت طالب منه ايه؟ طالب ايه لولادك؟ طالب ايه لحياتك؟ طالب تقديس فعلا؟ طالب انك تكون مع المسيح؟ اعطينا ان نجلس عن يمينك والاخر عن يسارك في مجدك. طالبين مجد الله في حياتنا ولا طالبين حاجة تانية؟ قال لهم في الاخر المسيح، الكأس التي اشربها انا تشربنا والصبغة التي اصطبغ بها تصطبغان. لكن موضوع اليمين والشمال ده له ترتيب تاني. وهم فعلا بعد كده القديسين دول مشوا في سكة فيها ألام، زي واحد استشهد والتاني ما استشهدش، يوحنا الحبيب الوحيد في ال 12 رسول ما استشهدش، ولكن استبغوا بالصبغة، اعتمدوا وعاشوا حياة مقدسة. السؤال اللي ربنا حطه قدامنا كلنا النهاردة في القداس، أتريد أن تقيم خيمتك الشخصية الساقطة؟ المسيح أتى ونعيد اليوم بميلاده وبالبشارة بميلاده وبقيامته عشان نقول أنه أقام كل الكنيسة. لو أنا جاي وجوايا لسه موت، لو جاي ولسه جوايا رفض وجاي جوايا حاجات ملهاش قيامة، يقول أنت جاي لكي تحضر في الكنيسة المقامة في خيمة داود التي أقامها المسيح. سقطت بعد 50 سنة ولكن جاء الابن الوحيد ليقيمها، حل بيننا وحل فينا لكي يقيم كل نفس. عشان كده نلاقي ان المزمور كان متهلل يقول لنا ايه، اذ اقام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في اسرائيل، لاني انا قد علمت ان الرب عظيم هو. ساعات كتير قوي نقول ان الرب عظيم وربنا كبير، يقدر يعمل كل حاجة في الكون بس ما يقدرش يعمل فيه حاجة ولا في حياتي حاجة. يمكن فترة تكون اكتر وقت نتضع فيه امام الله، قول يا رب انا لخبطت حياتي ولخبطت ناس كتيره ولخبطت نفسي ولخبطت اصحابي، لكن جاي اتوب. يمكن قلت كلام لا يليق، يمكن نقلت كلام ما ينفعش يتنقل اساسا، لكن اقول له كده، انت يا رب انا علمت انك عظيم
يعني هتعمل ايه؟ يعني هتغير. جايين امام الله بتوبة حقيقية وبالطاع حقيقي لكي نطلب منه ان يغير قلوبنا، يغير حياتنا بالكامل، يعطي حياة مقامة، لانه فعلا اتى ليقيم خيمة داود الساقطة. نسبحه طول القداس، مفيش مرض بتاع الشمامسة، المرض بتاع الشعب كله. نسبح ونرنم لاننا واقفين في خيمة داود المقامة بالمسيح يسوع. نسبح لان الذبيح والحمل الحقيقي والذبيحة الحقيقية على المذبح يعطي نفسه في نهاية القداس لكل واحد فينا بلا استثناء. له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.